نروح بقى دلوقتي واخر اخبار النادي الاهلي في الفرق الرياضيه والانشطه مع مينا ماهر مراسل قناه الاهلي من مقر النادي بالجزيره. مينا بنرحب بيك في البدايه في 10 الصبح في الاهلي، وطلعنا كده ما لديك من اخبار النادي، اتفضل. يا صباح الخير يا روان، صباح الخير يا كريم، صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وإطلالة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي من هنا من نادي الأهلي بالجزيرة. يعني هكون معاكم على مدار اليوم عشان يعني أقول لكم على الأخبار والكواليس للنادي الأهلي هنا بالجزيرة وأيضا جميع الفرق الرياضية. طبعا بوجودي في النادي يعني لاحظت وجود بعض من أعضاء النادي الأهلي كبار السن، يعني بيحب ويجوا النادي في الساعات الأولى من اليوم ليه يمارسوا الرياضة ويستمتعوا بالجو. يعني الجو في نسمة هواء ساعة شوية، يمكن درجة حرارة حوالي 22، لكن ده ما منعش الأعضاء إن هم يجوا هنا مقر النادي بالجزيرة. يمكن كمان الطرق المؤدية للنادي، طريق المعتاد من هليوبلس للزمالك هنا، يمكن بعدي على صلاح سالم كوبري أكتوبر، كل ده في سلاسة مرورية كبيرة جدا، لكن يعني من المتوقع بيكون في بعض الكثافات على كوبري أكتوبر يعني على مدار اليوم. كمان عايز اقول ان الجو الساقع ما منعش فرق السباحه بنادي الاهلي ان هم يمارسوا التدريبات الخاصه اليوميه. يمكن التدريبات بتبدا حوالي الساعه 5 الصبح، بتنتهي على حوالي الساعه 1 مساء، فدي بصراحه يعني بتبقى تدريبات قويه جدا من الصباح حتى الظهر. نروح بقى لأخبار الفريق الأول لكرة القدم. يعني استكمالاً لكلامكم بارح، كان في تدريب على ملعب مختار التتش، يعني يمكن حرص كوتش موسيماني على الاجتماع باللاعبين وتحديد بعض المهام التكتيكية، يعني ده بعد فقرة الأحمال البدنية اللي أدى بها الفريق. بصراحة كانت فقرة قوية جداً، وبعدها كان في تقسيمة طويلة جداً لفريق النادي الأهلي. يمكن كوتش موسيماني وقف التقسيمة أكثر من مرة، بيدي اللاعبين توجيهات خاصة لكل لاعب، كمان هو طالب جمل معينة محددة واضحة وصريحة طالب اللاعبين يحفظوها، فهو بصراحة ركز بشكل كبير جدا على الجمل دي الفترة دي. ده طبعا ضمن استعدادات فريق الكورة لنهائي بطولة أفريقيا يوم 27 أمام نادي الزمالك. يعني بأكد كلامكم، يعني تعرض علي لطفي لكدمة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة ويخضع إن شاء الله غدا لفحص طبي جديد وتحديد يعني فرص مشاركته في التمرين. ايضا ادى احمد الشيخ جلسه في الجيم، يعني جلسه خاصه وتدريبات منفرده ضمن البرنامج التاهيلي بعد تعرضه لكدمه في القدم. كمان انتظم حسين الشحات في المران الجماعي بعد تعافيه من الاصابه اللي اشتكى منها في العضله الخفيه. يعني وعندنا خبر صار لجماهير النادي الاهلي ان كريم ندفد بعد غياب فترة كبيرة جدا، امبارح كان في جلسة في الجيم وبعد كده قام بالجري حوالين الملعب، يعني ده ضمن البرنامج التأهيلي الخاص باللاعب، خلاص خطوة كبيرة جدا. يمكن يعني اطمأن عليه الجهاز الطبي امبارح، وقف واتكلم معاه اطمأن على الحالة يعني الصحية اللاعب بعد تعرضه للإصابة. ويعني كمان الجهاز الطبي كان بيقول ان اللاعب الفترة اللي فاتت كان في تحسن كبير جدا جدا في يعني إصابة اللاعب، وان شاء الله الفتره الجايه يرجع احسن من الاول وان شاء الله نشوفه تاني في تدريبات الفريق الاول بالنادي الاهلي. نروح بقى لاخبار يعني الصالات. يمكن شباب اليد مواليد 2000 حققوا فوز كبير على فريق سبورتنج بنتيجه 32-25 ضمن فعاليات دوري المرتبط، وايضا شباب اليد 2004 حقق فوز على نادي هليوبلس بنتيجه 53-18، ده طبعا ضمن بطوله الجمهوريه. اخيرا بنات الاهلي 2004 حققوا فوز يعني قوي على نادي سموحه به بنتيجه 38-32، ده ضمن فعاليات بطوله الجمهوريه. دي كانت أخبارنا هنا وكواليسنا في النادي الأهلي بالجزيرة. لو في أي استفسارات أو أسئلة أنا معاكم على مدار اليوم. دمتم سالمين وعودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا زميلنا العزيز جدا مينا ماهر، والمجتهد كمان شكرا ليك على التغطية الجميلة دي عن أخبار النادي الأهلي.